قلدت إيران ملك شنغهاي في الشرق الأوسط. صاروخ بوبو بعيد المدى من طراز نايم شرطة 54 فينيكس، ونجحت في تطوير صاروخها الجوي فأكور 90 فنكر. وفقا للمعلومات التي نشرتها إيران نفسها، فإن أداء صاروخ فأكور سالب 90 أقوى من أداء صاروخ نايم شرطة 54 فينيكس الأصلي. لكن آراء بعض وسائل الإعلام الدولية حول هذا الصاروخ ليست سوى طبقة من طراز نايم شرطة 45 فينيكس، لكنها من شرطة النسخة المطلقة من الجو من صاروخ إيجل 23. سنتحدث اليوم عن صاروخ فكور سالب 90 الإيراني. قبل اندلاع الثورة الإسلامية في إيران، كانت الولايات المتحدة وإيران في الواقع في فترة شهر عسل، وكانت إيران الحليف الأقوى للولايات المتحدة في الشرق الأوسط. في ذلك الوقت كان لدى الاتحاد السوفيتي بالفعل طائرة من طراز ميك شرطة 25 تعرف باسم 3 أضعاف سرعة الصوت، وغالباً ما عبرت طائرة الاستطلاع السوفيتية ميك شرطة 25R في ذلك الوقت بحدود لاستعادة الدفاعات العسكرية الإيرانية. لكن إيران لم تستطع فعل أي شيء حيال ذلك. في وقت لاحق اكتشفت إيران مزيجاً من صواريخ إف شرطة 14 وفاصلة فينيكس، واشترت 80 طائرة من طراز إف شرطة 14 وعدداً كبيراً من صواريخ فينيكس من الولايات المتحدة. وعندما وصلت الطائرات والصواريخ كانت في المنطقة الحدودية وأجري التمرين العسكري، واختبرت الطائرة المقاتلة من طراز إف شرطة 14 صاروخ فينيكس الذي أصاب بنجاح هدفاً على بعد 105 كيلومترات. ورؤية ذلك توقفت روسيا عن مضايقة المنطقة الحدودية الإيرانية. دور صاروخ فينيكس هو أكثر من ذلك. يمكن القول أنه رائع في إيران. في الحرب العراقية الإيرانية تمتلك مقاتلات إف شرطة 14 التابعة للقوات الجوية الإيرانية أكثر من 50 سجلاً للانتصار الجوي ضد سلاح الجو العراقي. يتم الحصول على نصفها تقريباً على مسافات طويلة من خلال صواريخ فينيكس، وحتى أنها أسقطت أكثر من 4 طائرات عراقية من طراز ميك شرطة 25، وهو الرقم القياسي لأطول إسقاط لطائرات العدو على مسافة طويلة في تاريخ القتال الجوي. وتم إنشاؤها أيضاً بواسطة الصواريخ التي أطلقتها القوات الجوية الإيرانية. بعد الثورة الإسلامية في إيران تدهورت العلاقة بين الولايات المتحدة وإيران، وأوقفت الولايات المتحدة تزويد إيران بالسلاح. وبسبب تقادم المخزون واستهلاك الحرب، سرعان ما سقطت إيران في وضع نقص الصواريخ. من أجل الاستمرار في الحفاظ على قوتها القتالية الجوية، بذلت إيران أيضاً قصارى جهدها لإيجاد أنواع أخرى من الصواريخ لتحل محل فينيكس. لذلك طورت إيران طريقة لاستخدام الطائرة المقاتلة إف شرطة 14 لإطلاق صاروخ أرض جو. قامت إيران بدمج صواريخ أرض جو من شرطة 23 بي في نظام التحكم في حرائق فاصلة إف شرطة 14 وركبتها على نقطتي تثبيت المقاتلة رقم 1 ورقم 8 من خلال عمود مهيئ مزود بهوكا تي إف شرطة. لا تزال القوة القتالية 14 لصواريخ أرض جو جيدة. لقد فازت بأول سجل لها في عام 1987 مع أول تجربة ناجحة. تخطط إيران لمواصلة استبدال صواريخ سايد ويندر وسايد ويندر الأمريكية الصنع التي تستخدمها طائرات أف 14 سبارو. المرشح لاستبدال الصاروخ هو صاروخ جو روسي صنع بطبيعة الحال. لكن المثل الأعلى جميل، لكن الحقيقة قاسية. إن الجمع بين صواريخ جو روسية الصنع والطائرات المقاتلة الأمريكية الصنع ليس سلسا. ولا تزال إيران غير قادرة على إخماد صواريخ فينيكس ذات الأداء الممتاز. لذلك انطلق مشروع صاروخ شنغهاي فينيكس، وهو فيكور شرطة 90 بقوة. يمكن مقارنة أدائها الخاص بصاروخ فينيكس من حيث التصميم المظهر، فأكور سالب 90 لها نمط جناح مختلف تماماً عن الصواريخ الحديثة. جسم المقذوف 4 أجنحة رباعية، ويمتد نصف الجسم إلى الذيل 4 دفات مستطيلة الشكل في الذيل. وبحسب إيران يبلغ طول الصاروخ 3.96 متر وقطره 380 ملم، ويبلغ وزن رأسه 60 كيلوغراماً، ويستخدم دفعاً صاروخياً يعمل بالوقود الصلب وسرعة طيران قصوى تصل إلى 5 ماخ، ويمكنه أن يتطابق مع جميع أنواع الطائرات المقاتلة في العالم. الأداء الأساسي أساسي تماماً مثل فينيكس. يستخدم الصاروخ التوجيه الراداري النشط الذي يمكنه تحقيق أطلق ونس. ومقارنة بصاروخ فينيكس يتميز بكونه قاذفة متأخرة، ويستخدم مكونات إلكترونية حديثة، ويقلل من وزنه بنسبة، ويزيد مدى الصاروخ بنحو يمكن أن يصل المدى النهائي إلى 220 كيلومتراً. كما تم دمجه على هذا الجهاز الإلكتروني، وتتبع مصادر التداخل الإلكتروني وغيرها من التقنيات الإلكترونية الحديثة للتدابير المضادة، ورادار WD شرطة 9 للتحكم في الحرائق على فاصلة إف شرطة 14. يمكنه إطلاق 6 صواريخ ثينكر 60 في نفس الوقت، وعلى مسافة 11 كيلومتراً من الهدف سيبدأ الرادار النشط على الصاروخ ويوجه الصاروخ لمهاجمة الهدف.
بعد الحديث عن فاصلة في كور شرطة 90، دعنا نلقي نظرة على نقطة فينيكس. إنه أول صاروخ جوب موجه بالرادار نشط في العالم. تم تركيبه ذات مرة على المقاتل شرطة 14 الأمريكية. قذيفة أم شرطة 54 طولها يبلغ 4 أمتار وقطرها 380 ملمترا وتزن 500 كيلوغراما. ويبلغ الحد الأقصى لطائرة إف شرطة 14 شديدة التحمل المجهزة تخصيصا 6 حوامل. لكن البحرية الأمريكية جربت عدة مرات فقط أثناء الاختبار. عادة ما تصل إلي 4 قطع. من بين صواريخ جو الحديثة، هناك صواريخ متوسطة المدى في الخدمة حاليا، وأفضلها هي سلسلة أم شرطة 12 الأمريكية وسلسلة آر شرطة 77 الروسية. كلا المدين النظريين يبلغان حوالي 120 كيلومترا. ولكن خلال الحرب الباردة في تلك الفترة، بلغ المدى الفعال لصاروخ فينيكس الذي طورته الولايات المتحدة 184 كيلومترا. ووقت طيرانه التجريبي كان قبل نصف قرن. على الرغم من أن صاروخ فينيكس جيد جدا، إلا أنه يحتوي أيضا على قيود كبيرة ومشكلات موثوقية. ويزن الرأس الحربي لأم شرطة 64 كيلوغراما، مسجلا أكبر رقم قياسي لجميع صواريخ جوجو حتى الآن. أسقطت الصاروخ الإطار الرئيسي، وبسبب الحجم الضخم لهذا الصاروخ على وجه التحديد لا يستطيع حمله إلا المقاتلة من طراز إف شرطة 14 تومكات. وبالإضافة إلى ذلك، لا يضاهي المدى الطويل جدا للصاروخ سوى رادار إذا باليوبي شرطة 9 طويل المدى المحمول جوا من طراز. فاصلة إف شرطة 14، وعندما تقوم البحرية الأمريكية بإيقاف تشغيل جميع الطائرات المقاتلة نقطة إف شرطة 14، ليس لديها منصة إطلاق. لذا أوقفت البحرية الأمريكية تشغيل هذا الصاروخ في عام النقطة 2004 اعتبارا من وقت التقاعد. كانت الولايات المتحدة وإيران فقط قد جهزت. إذا كنت تريد أن تسأل أيهما أقوى، يمكنك فقط أن تقول أنهما مختلفان. ووفقا لوجهة النظر العامة، فإن القوة العسكرية الإيرانية ليست سيئة. ما ينقص هو القوة الجوية فقط. بالإضافة إلى القوة العسكرية المحلية تعمل على تحسين إف شرطة 14 مع التحسينات والمعدات الإلكترونية الجاهزة التي تم الحصول عليها من السوق الدولية. فإن فيكور شرطة 90 ليس أسوأ من صاروخ فينيكس. ويمكننا بشكل شخصي أن نصدق أن أداء فيكور شرطة 90 ليس سيئاً. فقط في المعلومات الصادرة عن إيران، يطلق على أحدث رقم صاروخ جوجو إم شرطة 23 بي. يبدو وكأنه نسخة تجميلية من صاروخ هوكا منخفض الارتفاع. لا أعرف ما إذا كانت إيران تتظاهر كنا لغزاً، ولا يوجد سجل قتالي فعلي محدد. ما زلنا لا نعرف ما هو الأداء الفعلي لشرطة 90، لكن لا يهم إذا لم تتعرف عليه وسائل الإعلام. طالما الولايات المتحدة وحلف الناتو يتعرف عليه، أطلق على الصاروخ الاسم الرمزي إم شرطة 54 زائد. جدير بالذكر أنه حتى أداء صاروخ فكور 90 الإيرانية يمكن أن يتفوق على أداء صاروخ فينيكس. ففي تصنيف صواريخ جو في العالم اليوم، لا يمكن القول إلا أن أداؤها مرض تماماً. بعد كل شيء، كان صاروخ فينيكس منتجاً تكنولوجياً في عام نقطة 1974. لقد مر أكثر من 40 عاماً منذ ذلك الحين. في ذلك الوقت، أصبحت العديد من التقنيات الإلكترونية العسكرية المتطورة منتجات قابلة للتخزين في السوق المدنية، مثل محركات الصواريخ الصلبة المتطورة، وهذا نادر اليوم أيضاً. وبعد تقاعد صاروخ جوجو بعيد المدى فينيكس، أصبح صاروخ جوجو متوسط المدى إم شرطة 12 أبعد سلاح قتالي جوي للجيش الأمريكي، حيث كان وزن الصاروخ 152 كيلوغراما فقط، أي أقل من نصف فينيكس. لذلك يمكن مطابقته مع المزيد من المقاتلين وحمل المزيد، في حين لا يمكن مطابقة فينيكس إلا مع F-14. ومع ذلك، بالنسبة لإيران، لا يلزم تحقيق المستوى الفني لطائرة فكور 90 بالكامل. مستوى فينيكس الأصلي، طالما أنه يطلق النار، هناك أيضاً ميتيور وعمران وما إلى ذلك التي تستخدمها إيران، وهي ضعف مدى صواريخ جو السائدة. فيديو اليوم هذا كل شيء أصدقائي. هل تعتقدون أن أداء فكور 90 قوي أم ضعيف؟ مرحباً بك في ترك تعليق أسفل الفيديو. نراكم في العدد القادم.